قالوا طائركم معكم، أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. بدأت سورة ياسين بحروف مقطعة، وآياتها آيات قصيرة، ويدور فحواها حول توحيد الألوهية وعقاب المكذبين بالله والمشركين بوحدانيته. ولكن الموضوع الرئيسي لها يتحدث عن قضية البعث والنشوز، ويهتم المسلمون بالتعرف على معاني آيات سورة ياسين، وخاصة معنى آية قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون، وما يستفاد منها من هدايات قرآنية. أمر الله عباده بقراءة القرآن الكريم وتدبر معانيه، إذ يساعدهم ذلك على معرفة ما حرم وحلل، وعلى تأدية العبادات كما، ويتعرف العباد على قصص الأنبياء والصالحين، وبالمقابل يتعرفون على مصير من أشرك بالله تعالى. ومن تلك الآيات التي لا بد من الوقوف عندها ومعرفة ما قاله أهل التفسير والتأويل في تفسيرها، قوله تعالى قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون، حيث جاء في تفسير الطبري أن معنى آية قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم أن الرسل الذين بعثوا لهداية أهل القرية ودعوتهم إلى الإيمان بالله تعالى وحده، هم من قالوا لأصحاب القرية إن أعمالكم وحظوظكم وما بكم من خير أو شر فهو منكم وبأعناقكم وليس من شؤمنا نحن الرسل. المقصود بطائركم معكم أي أعمالكم وحظوظكم معكم. أما فيما يخص تتمة الآية أئن ذكرتم، فهنالك قراءات عديدة لها، والأفضل هي قراءة قراء الأمصار، حيث قرأوها بفتح الألف من همزة الاستفهام وكسر همزة إن، أي دخلت همزة الاستفهام على حرف الجزاء، فكان المعنى إن ذكرناكم فمعكم طائركم. وعلى هذا جاء أهل التأويل بمعنى إن ذكرناكم الله تطيرتم بنا. وذلك ليس من تطير القوم بالرسل، بل هم مسرفون، أي قوم معاص وآثام، وهم مغرقون بالذنوب. وفي تفسير السعدي إن ما بأهل القرية من شرك ومعصية هو النتيجة الحتمية لما وقع به من الشر والنقمة، وليس ما قاله لهم الرسل، بل إن أعمالهم وشركهم وإسرافهم في ذنوبهم هو الذي أودى به إلى ما هم عليه. وجاء في تفسير ابن عاشور أن ما كان بالقوم وما حل بهم وما ادعوا بأنه طائر شؤم لهم لم يكن موجودا إلا في نفوسهم بسبب سوء سمعتهم وسمعهم للموعظة وإصرارهم على نشر الفتنة والبغضاء في القرية.